دكتور في الاول يعني او قبل ما نعرف احنا طبعا من وحضرتك بتتكلمي بتشاوري على الفيلر فتقريبا هو كده بياخد الجزء التحتاني اكتر فاحنا عايزين نعرف مثلا الفرق بين الفيلر والبوتوكس يعني كتير قوي من اللي بيشوفه يقول ايه انا عايزه اروح اعمل بوتوكس الحته دي حساها مش الطف حاجه مع الخطوط التعبيريه بتاعت وشي او تلاقيهم بيشاوروا على حته مثلا لا انا عايزه اعمل هنا فيلر فهل مثلا البوتوكس والفيلر كل حاجه فيهم ليها مكان معين في الوش ولا ده بينفع مع حاجة معينة وده بينفع مع حاجة تانية تمام احنا خلاص قلنا الفيلر عبارة عن هيلورونيك أسيد وبيملى الفراغات البوتوكس هو مادة بتريح العضلة مادة بتساعد على ريلاكسيشن العضلات اساسا توكسين زي حضرتك قلت لنا هو عبارة عن توكسين سم مشتق من بكتيريا علشان لما بيتحط في العضلة بيريحها مش بيشلها بشكل تام لكن هو بيريحها فبنستخدم عدي معايا الاستخدامات بتاعته كتير قوي بيستخدم في حالات فرط التعرق بتاعت الايد والرجل وكمان الاندر ارم ودي مشكلة بتحل مشاكل ناس كتيرة قوي في الكتابة او في اختبارات العسكرية وحاجات كتيرة قوي بيستخدم كمان زي ما حضرتك شاورتي في علامات الغضب او التجاعيد اللي بتظهر بسبب انه عندنا اكسبريشنز عالية فهو بيريح العضلات فبالتالي الجلد بيتشد عليها فبيبقاش عندنا ال111 او علامات الغضب اللي بتبقى في الجبهة بيستخدم كمان في الجامي سمايل زي ما حضرتك شاورتي من شوية انه بيخلي العضلة المسؤولة فين هنا افتر وبيفور يعني ده بوتوكس لعلامة ال111 باين قوي الفرق طبعا. دي كلها حالات احنا عاملينها في العيادة يعني دي كلها الحالات من العيادة مش صور من جوجل يعني عشان الناس بتبقى عايزة تشوف الطبيعي بصي شكل الجلد في باين قوي ان هو عليه ايجنج رهيب قبل البوتوكس طبعا. ده دكتور بوتوكس ده بوتوكس ريح العضلة فالجلد تشد فما مش باين خالص بقى انه ده يا دكتور ده مفيش خالص نفس ده برضو بوتوكس يعني البوتوكس يخلي الجبهة دي فلات بالشكل ده 6 شهور ولازم تتكرر كل 6 شهور عشان يعني لو انا عندي مشكلة ومسافرة ومش هلحق عادي لا مش قصدي لازم يعني قصدي ان هترجع تاني بنفس هترجع الشكل ده برضو بوتوكس وعلى فكرة كل اللي عدوا دول سن صغير عشان عايز اقول انه البوتوكس كل ما تقدري تعمليه بدري اعمليه بدري بيفرق في ايه يا دكتور الرينكلز او العلامات دي هتبقى دي بعد شويه محفوره فلما تتحفر مش هتتحل ببوتوكس بس هتبقى محتاجه فيلر يملى الفراغ يعني انا ينفع مثلا في المنطقه دي احط الحاجتين فيلر وبوتوكس مع بعض احنا اتفقنا انه ده بتاع حاجه وده بتاع حاجه تانية خالص ينفع في نفس المنطقه نعمل حاجتين بس دي ده بيعالج استرخاء العضلات بالنسبه للبوتوكس والفيلر بيملى زي الندبات او الحفر اللي حصلت بسبب التكشيره يعني بالظبط احنا البوتوكس كمان دكاتره المخ والاعصاب بيبعتوا لنا حالات عندها ميجرين او صداع نصفي مزمن او تشنج الفك دكاتره الاسنان بيحقنوه لما الناس بتجز على اسنانها وهي نايمه فدي بتبقى مشكله البوتوكس بيتحقن في الفك علشان يخلي شكله اصغر وارق وفي نفس الوقت بيحل المشكله بتاعه التشنج بيتحقن في العضلات بتاعه الترابيزيوس علشان يفك التشنج العضلي في الرقبه عشان يفك تشنجات الرقبه فهو ماده علاجيه ومفيش منها اي خوف ابدا خالص أبداً. وبتفضل مستمره لمده 6 شهور الا لو انا حقنتها تحت السل هتقعد قد ايه 3 شهور بس لا مش هتقعد 3 شهور هتعمل مشكله زي هتعمل مشكله طيب عندنا الخطوط برضو اللي هي بتكون جنب العين اللي بتبين ان الواحد سنه كبير بالزبط. ودي بتيجي اكتر للناس اللي اكتريه بيقعدوا يعملوا كده هم بيقروا او بيتفرجوا على التلفزيون بتعمل خطوط كده جنب العين بيبتسموا كتير زي مع الضحك زي حد بيضحك لا لا والضحك كمان الضحك كمان بيفرق برضو البوتوكس بيريحها خالص بيحل المشكله بتاعه رجل الغراب احنا بنسميها بالعربي بيحل المشكله دي خالص عباره تقريبا يعني بنحقن في 2 بوينتس حاجه صغيره جدا قليله جدا وبتشوفي النتيجه بعد 5 ايام من الحقنه وكانها مش ما حصلش بعد 5 ايام يعني انا اروح اعمل الحقنه دي بعد 5 ايام يبان عليا النتيجه